وفي المقابل زي ما لسه كان بيتكلم الدكتور علاء علي اللي قال لك كل حاجه متسعره على سعر الدولار اللي في السوق السوداء، طبيعي جدا لما تلاقي ان الذهب النهارده ب 4000 4005، بكلمكم على 21 مش ال 24، 4005 الواحد ال 24 النهارده عامل 4639 ذهب بس، ذهب بس يعني ال 21 4005. طيب ده الكلام ده امتى؟ ده الكلام ده النهارده الساعه 4:30 النهارده بقى دلوقتي، دلوقتي بقى سعرها كام؟ احب اشوف. ادي بصوا يا جماعه احنا بنجيبها لكم لايف، يعني احنا جايبين لكم من على الشاشه لايف. ال 21 عامل ادي جرام الذهب عيار 21 4129، 4129 يعني زاد 124 جنيه، 124 جنيه عن الساعه 6 العصر، الساعه 4 العصر. الذهب 24 عامل 4779 يعني بزياده 100 وشويه جنيه برضو، انا ما لحقتش بس احسب الفرق ده في ساعات، ده في ساعات. عشان كده بقول لكم اول لما سمعت ان الدولار سعره الذهب هيتجاوز ال 5000 جنيه انا ما اتخضتش من الخبر ده خالص، ما اتخضتش خالص، قلت ده مؤشر طبيعي، الزياده اللي بتحصل كل يوم 20 30 جنيه دي تخليه كده، لكن في يوم واحد يزيد 100 جنيه؟ هو ما زادش 100 جنيه، الذهب عالميا الجرام ما زادش 100 جنيه في اليوم، هو اللي حصل ان حصل عندك تراجع في سعر العمله، فهي اللي مأثره على السعر. نيجي بقى من ناحية تانية عشان نشوف في الغلاء بقى اللي الناس عايشة فيه ده، نلاقي مثلا ان النقل البري هيطبق زيادات، الزيادة من 30 ل 50%، من 30 ل 50%، والاتفاق المبدئي كده يعني زيادة على النولون بنسبة 40% عشان السعر السولار، سعر السولار. الرز، رز الشعير يقفز لأعلى مستوى في تاريخه 2000 جنيه للطن، رز الشعير الطن ب 2000 جنيه. شعبة المخابز، ده انا بديكم كده جولة في الأسعار، شعبة المخابز بتقول لك إن في زيادة في سعر الدقيق بسبب الدولار، وبناء عليه في زيادة في مرتبات العمال، وبناء عليه الخبز السياحي هيزيد، هيزيد. قال لك زاد 35% الدقيق بس، زاد 35%. طيب يعني وحضرتك مغمض عينك كده يبقى الرغيف هيزيد عليك 35%، صاحب الفرن مش هيخسر عشانك، صاحب المخبز مش هيخسر عشانك. فبس بسم الله الرحمن الرحيم، لو الرغيف ب 2 جنيه خلاص بقى ب 2 جنيه 75 قرش، ده لو ما بقاش ب 3، لان الكهرباء زادت والغاز زاد وكل حاجه زادت. أنا فعلا ما عنديش معلومة رغيف العيش بكام دلوقتي، لأن بسمع أرقام متفاوتة، في اللي بيقول لك بجنيه، في اللي بيقول بجنيه ونص، في اللي بيقول لا باتنين جنيه، فخليني أنا قلت على أعلى حاجة 2 جنيه، 2 جنيه ده هيبقى بـ3، لأن من أول يناير أهو زاد 35%. الأعلاف في 5 أيام بس، في آخر 5 أيام دول اللي إحنا بنتكلم النهاردة 30، يعني من يوم 25 للنهاردة الأعلاف زادت 15%. 15%، وطن العلف سجل 30,000 جنيه مقابل 26,000 جنيه يوم الخميس اللي فات، احنا النهارده الثلاث، قلت لكم فات 5 أيام كان ب 26، النهارده بقى ب 30,000. هل بس الأعلاف اللي زادت؟ لا، مش الأعلاف بس اللي زادت، الأعلاف زادت، الأمصال زادت، اللقاحات زادت، كل ده زاد. يعني إيه؟ يعني عايزة تقولي إيه؟ أيوه زي ما سمعتوني، عشان كده اللحمه نطت اول امبارح من 350 و360 ل 400. هل 400 وهتقف؟ لسه هتزيد تاني، هتزيد تاني، وعلى اول رمضان هتزيد تاني، وعلى اول رمضان هتبقى اللحمه ب 450 جنيه.
ده مش تخمين، هو ده بس سيناريو للتسلسل الطبيعي اللي بيحصل. تسلسل طبيعي كده، في عندك سلع عمالة بتزيد عشان الدولار سعره عمال بيزيد، انت بتستورد الأعلاف، بتستورد الأمصال، بتستورد اللقاحات، كل ده انت عمال بتستورده، بتأكله للمشية اللي عندك، بس فالسعر تكلفتها عليك عليت، فطبيعي انها تعلى على المواطن. لما زادت 15% نط السعر ل 400، زاد 50 جنيه في الكيلو. طب لما تزيد بقى تاني هتبقى فين؟ فما تتخضوش اذا لقيته على بدايه مارس اللحمه ب 450 جنيه. في هيثم عبد الباسط ده رئيس شعبه القصابين بيقول لو الدوله ما اتدخلتش وحلت ازمه اللحمه والسمك والفراخ، الحاجات دي هتبقى بالنسبه لنا ذكرى، هنبقى نحكيها لاولادنا كده، ده زمان كنا بناكل لحوم. تعالوا نسمع. استاذه، حلول جذريه ما قدمتيش حل جذري اللي انا بقوله دلوقتي، ان انت بتنتجيش عند الصاله الحلال، احنا ما عندناش انتاج حيواني، ما عندناش زراعه علف على اراضينا، انا اعمل ايه بقى؟ انا بقول لك دلوقتي اهو الحكومه تتكلم مع الناس دي، يحط لهم هامش ربح، دي حاجه مش صعبه. طب انا هقول لك على سبيل الحصر، اللحمه والسمك والفراخ والمجمدات دول في سبحه واحده، اي واحده منهم بتزيد بتسمع في الناس، غالي وكله صعب. ازاي في مصر دلوقتي هيبقى حاجه، هتصبح اللحمه والسمك والفراخ دي هتصبح ذكرى جميله في حياتنا، ذكرى جميله في حياتنا. اذا ما كانتش الدوله، انا بطالب بقفل المجزر وعاد ناس من شعبة الجزارة، مش شرط أنا، أي حد يقعد يوضح للسادة المسؤولين الرؤية على اللي بيحصل في سوق اللحوم. أستاذة، حلول جذرية إيه؟ الحلول الجذرية طيب إيه؟ الحلول الجذرية يعني هو هنا هو الأستاذ هيثم عبد الباسط، واضح جدا من طريقته ومن كلامه إنه محروق يعني على الأسعار اللي الناس عايشة فيها دي. طب إيه الحلول؟ قول حضرتك حلول، يعني قدم حلول وأجرك على الله، قدمها للحكومة وأجرك على الله لعل وعسى يسمع. هل مفيش حلول؟ لا طبعا في حلول. ونفتكر لما مش عارفة في الثمانينات ولا في السبعينات، كان لا في السبعينات غالبا، كانوا قصة مشهورة جدا إن اللحمة قالوا سعرها ارتفع، باين كان بستة جنيه، فالناس صارت ازاي؟ دخل الحكومة اتدخلت وأخذت إجراءات وبعدها رجعت الأسعار استقرت تانية في السوق. هل حكومة السادات كانت قادرة إن هي تاخد إجراءات وتتدخل بشكل حقيقي ودلوقتي حكومتنا مش قادرة إن هي يكون ليها دور فعال في كل المآسي اللي بيعيشها الاقتصاد المصري؟ أنا عايزة بس أصحح الحقيقة، أحد المتابعين على البث على اليوتيوب، يعني أنا قلت تقريبا طن شعير، قلت 2000، لا هو 20000، صح طبعا، إيه اللي ب 2000؟ طن شعير، طن رز شعير ب 2000، لا خطأ مني أنا بعتذر، هو ارتفع 2000، ارتفع 2000 جنيه، فالسعر بقى 29000 جنيه كمان، مش 20000 جنيه، الارتفاع هو 2000 فأصبح الطن ب 29000 جنيه. كل اللي إحنا عمالين بنسمعه وكل اللي إحنا عمالين بنشوفه إن في أزمات اقتصادية، الحكومة مش عارفة تحل الأزمات الاقتصادية، ممكن الوضع يزداد سوء أكتر من كده، الطبقة الفقيرة والمتوسطة هتنزعج جدا 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 في الفترة اللي جاية من زيادة الأسعار، وبدل ما نسمع من الحكومة إنها بدأت تتخذ قرارات، إنها بدأت تتخذ إجراءات لحل الأزمة، عمالين بنسمع وعود كذب كذب، كل يوم بيطلعوا يكذبوا. تخيل لما المتحدث باسم الحكومة، المتحدث باسم مجلس الوزراء، النهاردة صندوق النقد بيقول لك إن يعني خفض توقعاته للاقتصاد المصري، لنمو الاقتصاد المصري 3%، ويطلع المتحدث باسم الحكومة تقريبا ما قراش الخبر يقول لك لا ده إحنا اقتصادنا واعد واقتصادنا هينمو وإن شاء الله إحنا أزمة التضخم دي هنحلها، أزمة الأسعار دي هنحلها، أزمة كله اصبروا علينا الأول مارس. أنا بصراحة مش عارفة هو في إيه في أول مارس، أنا عمالة بفكر يمين شمال شمال يمين، إيه اللي موجود في أول مارس ممكن يحل أزمات مصر بالشكل ده؟ مش عارفة أوصل لحل، هتجنن
وحد يطلع يقول اصل احنا في اول مارس في كذا. اول مارس ده كل التوقعات بتقول ان ممكن يكون في انهيار للاقتصاد، الا الحكومه طالعه عماله بقلب جامد بتوعد ان ازمتنا هتنتهي في اول مارس. طبعا دكتور محمد الحمصاني عشان يطلع يقول الوعود الحالمة بتاعته دي كانش فيه أفضل من الأستاذ يوسف الحسيني، هو اللي يطلع معاه ويتكلموا في فكرة الأسعار وإنها هتنتهي قبل أول مارس. تعالوا نشوف. أجل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية متكاملة لمتابعة السلع وتوفرها وأسعار السلع على مستوى المحافظات. إن شاء الله بداية من شهر مارس طبقا للقرار الصادر من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، طبقا بداية من شهر مارس المقبل سيتم مراقبة الالتزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع المستهلك على السلع. فأؤكد لحضرتك أن الحكومة بتتخذ كل ما بإمكانها لفرض القوانين والقواعد بصورة حازمة ومواجهة المخالفات. هو طبعا مبدئيا كده يعني أول حاجة الواحد انتبه ليها، هو بيتكلم وجنبيه الصورة اللي شغالة، الراشز اللي شغال ده لسوبر ماركت بيعرض واضح جدا انها اسعار رمضان، بس مش عارفه اسعار رمضان سنه كام، باين سنه 2014 2015 يعني، دي اسعار من ايام هتيجي بس اول لما تيجي كده اهي 27 جنيه كيلو الرز، ولا ده كيلو السكر، كيلو السكر ب 27 جنيه، ما حدش قال لك ان السكر دلوقتي ب 50 جنيه. السكر دلوقتي ب 50 جنيه او كيلو سكر 27. فين السكر ابو 27 ده؟ امبارح شفت في الحلقه الفيديو بتاع الراجل اللي بيشرب كوبايه شاي لقاها ب 70 جنيه. فقال له السكر بقى ب 50 جنيه. فهو محمله 8 كيلو سكر في الكوبايه لوحده يعني. استاذ متحدث باسم مجلس الوزراء طالع بيكلمك على ان وزير التموين وعد، السيد وزير التموين وعد ان الازمات اللي موجوده في الاسعار وفي السلع واحنا عاملين دلوقتي نظام يعني متطور جدا عشان نراقب الاسعار ونراقب اسعار السلع، وان شاء الله مع بدايه مارس هنكون قضينا على الازمه. انا خايفه بس ان احنا مع بدايه مارس نكتشف ان في شبكه فساد ثالثه موجوده جوه وزاره التموين. يعني كان في واحد من المستشارين متورط في جريمه فساد كبيره جوه وزارة التموين، بعدها المستشار الثاني اللي جابوه مكان الأولاني واللي كان مسؤول عن مجمعات النيل الاستهلاكية طلع هو كمان مشارك وشريك كبير في شبكة فساد. كل ده حصل في عهد الدكتور علي مصلحي ولسه باقيين على علي مصلحي اللي وعد ان في مارس ان شاء الله هتكون اتحلت الأزمة. يعني كنت نفسي اقول لك ده حيش بقى المارس، بس الحقيقه ده مارس خلاص كلها شهر، كلها 29 يوم ونلاقي مارس بيخبط على الابواب. بس في نغمه كده ان الاسعار يعني رفع الروح المعنويه، في نغمه منتشره لرفع الروح المعنويه. نقيب الفلاحين، نقيب الفلاحين اللي كان لسه من اسبوعين تقريبا طالع وبيتكلم وبيقول لو ما حصلش تدخل اللحمه هتبقى ب 400 جنيه والناس هتعمل ايه، وده اقل اكله واقل وجبه ويعني ورمضان داخل وهتبقى طبق الفته هيكلف الناس 1000 جنيه. النهارده بيقول لك انا ببشر المصريين، بقول للمصريين ابشروا الاسعار هتستقر، هي بس المشكله عندنا في سعر الصرف. مش عارفه ايه علاقه نقيب الفلاحين بسعر الصرف كمان، بس يلا تعالوا نسمعه. كتير انا ببيع بالرخيص، لذلك دلوقتي هنلاقي الطماطم دلوقتي سعرها رخيصه. انا لو اعرف الطماطم سعرها رخيص، ايه تاني سعره كويس اليومين دول؟ البطاطس برضه سعرها معقول جدا. كله طماطم، كله بطاطس، ايوه ايه تاني؟ انا دلوقتي بتكلم كل حاجه، احنا عندنا الرز برضه اسعاره معقوله لان احنا زارعين كميات كبيره من الرز، عندنا اكتفاء ذاتي من الرز عادي، لكن في مشكله في الاقتصاد المصري ان شاء الله تتحل قريب، لان في بعض القرارات
يعني يمكن ما كانتش جنابها صواب شويه في بعض الحاجات ادت لمشكله احنا فيها، لكن المشكله دي لو اتحلت. اللي هي ايه بعض القرارات التي جنبها الصواب زي ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك مثلا في ساعات قرارات اللي هي ادت لتدني. كله بطاطس، كله طماطم، طماطم بتسعة جنيه والبطاطس ب 12 جنيه، حاجات اسعارها معقوله اهي. ده في سوق العبور، عشان بس محدش يقول لي بس ان الاسعار دي فين ومنين. انا قلت الاسعار دي زي ما شفت النهارده الصفحه الخاصه بسوق العبور، ان دي الاسعار اللي بيخرج بيها السلع بتاعتهم، المحاصيل بتاعتهم. فحتى لو فرضنا ان كيلو البطاطس ب 15 جنيه للمستهلك وكيلو الطماطم ب 10 جنيه للمستهلك، ادي كده 25 جنيه، وكيلو البصل ب 30 جنيه للمستهلك، ادي 100 جنيه، ادي 100 جنيه بطاطس وبصل وطماطم الحاجات اللي هي الرخيصه، ومعاها كيلو رز ب 30 جنيه هو كمان. مش مهم اي حاجه تانية، مش مهم اي نوع من انواع البروتين خالص، اللي هو اقترب من انه يبقى ذكرى زي ما قال رئيس شعبه القصابين. يعني ادي بنتكلم في حوالي 130 جنيه بس ما اتكلمتش في غاز، في كهرباء، في أي حاجة بقى عشان الحاجات دي تتاكل تبقى عاملة ازاي في وقت الناس اللي هتعيش كده دخل رب الأسرة 3000 جنيه، فهو في يوم واحد صرف 150 جنيه على وجبة. ما اتكلمناش في فطار، ما اتكلمناش في عشاء، ما اتكلمناش في إيجار، ما اتكلمناش في كهرباء، في غاز، في مية، في مواصلات، في علاج، في مدارس. أنا اتكلمت في الحاجات الرخيصة اللي وصفوها، البصل والطماطم والبطاطس، ده الرخيص بالنسبة له. رخيص بالنسبة لأن الدولار عندك بسبعين جنيه، بس المصريين ما بيقبضوش بالدولار خالص، بيقبضوا بالجنيه، بيقبضوا بس بالجنيه، بيدفعوا أسعار السلع بالدولار لكنهم بيقبضوا للجنيه. كل ده يعدي، تخيلوا بقى، لكن الفيديو اللي جاي ده ما يعديش ابدا، ما يعديش ابدا ابدا ابدا. استاذ مصطفى بكري شكله هو كمان كان شاطر في الاقتصاد، واضح انه كان شاطر في الاقتصاد، طالع بيقول لك ان السعر اللي موجود في السوق ده سعر مش حقيقي، وده سعر مبالغ فيه، وان السعر العادل للدولار من 23 ل 25. تعالوا نسمع. كل المؤشرات بتقول ان السعر العادل للدولار يدور ما بين 23 ل 25 جنيه. ده السعر العادل. لكن مش هيبقى هو كده يعني، ممكن يبقى ازيد شويه. يعني. عشان اوصل لرقم معقول لازم تكون عندي سيوله اضخها في الاسواق. الدوله شغاله دلوقتي على عدد من المشروعات الكبرى. سوزر. والحكومه أصبحت قاب قوسين أو أدنى لتدبير المبلغ. الكلام ده لما بقوله أنا بقوله بمصادر، ما بقولهوش من عندياتي يعني، لا. في حال حدوث ذلك ده في حد ذاته سيؤدي إلى استعادة ثقة المصريين والمستثمرين، وده اللي هيؤدي إلى عودة تدفقات الاستثمار، زيادة نسبة التحويلات المصرية في الخارج إلى وضعها الطبيعي. يا ريت الأستاذ مصطفى بكري يكلمنا عن إيه هي المشروعات الكبيرة وإيه هي المشروعات الضخمة اللي دخلت فيها الحكومة واللي بناء عليها أزمة الدولار هتتحل قريبا. إيه هي المشاريع الكبيرة والضخمة اللي هتقدر إنها تحقق لنا، توفر لنا العملة الصعبة. أنا عمالة بفكر إحنا كل المشروعات الكبيرة والضخمة واللي الحكومة بتتباهى بيها للنهار هي مشروعات ما تدرش عليك دخل، ما تجيبلكش عائد. يعني بحاول بس أفكر النهر الأخضر الصناعي الكبير ده ممكن يجيب لي دخل إزاي؟ أكبر ساري اللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة،
بلاش. البرج الأيقوني ايه العوائد؟ ده احنا حتى يعني ما سمعتش ان مثلا اتباعت اسهمها او قدرت ان هي تجيب نفقاتها او اي حاجه كده حتى تحسسنا ان المشروعات الكبيره اللي بيتكلم عليها الاستاذ مصطفى بكري فعلا ليها نتيجه وليها عائد حقيقي وازمتنا هتتحل. زائد النقطه الاهم بقى اللي بقول لكم ما تعديش، مين اللي قال ان الدولار ب 23 24 ده تقريبا سعره؟ ماشي، انا واحده من الناس بقول ان فكره السبعين ده ممكن يبقى مبالغ فيه، او كنت بقول كده لما كان حتى ب 50 ان السعر ده ربما يكون مبالغ فيه، لغايه لما احد خبراء الاقتصاد قال لي لا ما تقدريش تحكم بناء على ايه حكمتي انه ممكن يكون مبالغ فيه. السوق والعرض والطلب هي اللي بتحدد السوق السعر ده مبالغ فيه ولا مش مبالغ فيه. طالما في عرض في طلب على العملة وفي تلبية بالسعر ده لا يبقى ما فيش مبالغة. فهو جاب منين 22 23 ل 25 منين؟ ده كده معناها لو افترضنا، لو حاولنا نفترض ان كلامه صح، ده معناها ان الدولار تقريبا زي الريال، يعني تقريبا زي الريال، الريال ب 19.5 فالدولار ب 23. ازاي يعني؟ ده يعني معروفه ان كل دولار امريكي بيساوي تقريبا 3.5 ريال، فانت بقى احسبها لي كده عشان نبقى شايفين الدنيا ماشيه ازاي. فالحقيقه مش مفهوم ابدا الكلام اللي بيقوله الاستاذ مصطفى بكري، وانا بدعو حضراتكم ان انتوا تفتكروا ان في حلقة 30 يناير 2024 جبنا الفيديو بتاع الاستاذ مصطفى بكري اللي بيقول فيه ان الدولار ب 23 ل 25 بالكتير وقريبا الازمة دي هتتحل وخلصت الموضوع. ويا سيدي انا بقول لك انا مش عايزة الدولار ب 23 ولا ب 25، خليه ب 50 بس ما يبقاش فيه سوق سودة، ما يبقاش في سوق سودا تاني، ما يبقاش ب 50 وب 80، ما يبقاش ب 40 وب 85 بس، والناس هتبقى راضيه. الحقيقه ده كلام لو بتحكيه لطفل صغير كحدوته هينام بعدها مش هتعجبه، يقول لك مسخه مسخه. اللي بعده بقى استاذ يوسف الحسيني بيقول لك ان زياده الاسعار ملهاش علاقه بالسوق السودا للدولار. انتوا يعني ايه؟ مش عارف انتوا ليه عاملين الربط ده. تعالوا نشوفه عشان نرد عليه. الاسعار النار، الاسعار اللي بتتحرك بشكل تقريبا كل 48 ساعة، مش بشكل يومي، لا داعي للمبالغة، لكن تقريبا كل 48 ساعة تروح النهاردة تدخل المحل الفلاني ايا كان نوع البضاعة، ايا كان، من اول الصاروخ لحد ابرة الخياطة السعر كام؟ جنيه. بعدها بيومين السعر كام؟ جنيه وربع، بعد جنيه 15 قرش، وبعدين بعدها بشوية يومين تانيين جنيه و30 قرش، وبعدين احنا بقالنا تقريبا اسبوع اللي بيحصل في الاسعار جنوني جنوني. المؤسف بالنسبة لي انه غير مسيطر عليه، المؤسف انه غير مسيطر عليه. في ناس هتيجي تقول لك اصل سعر الدولار في السوق السوداء. تاني بصوا يا جماعه، القصه ملهاش علاقه بفقاعات السوق السوداء المصريه اللي تقول لك الدولار بقى ب 60 61 62 65 وكاننا في مزايده فقاقيع. لا، القصه في سعر البضاعه مش الدولار. مش عارفه اقول ايه، يعني اول كلمه كانت هتطلع مش هقولها. على نياته بس تمشي على نياته دي، ما تزعلش حد، على نياته قوي الاستاذ يوسف الحسيني. طيب هي كلمه
الواحد محتاج يرد عليه فيها، بس مش هنقف عنده كتير يعني، ده راجل شاطر في الاقتصاد ويفهم احسن مننا وكان الاول على دفعته، فلازم يقول وجهة نظره لان هو عنده وجهة نظر اقتصادية خاصة بيه. فأول حاجة بيقولها الأستاذ يوسف الحسيني غلط، بيقولك الأسعار بتتغير كل 48 ساعة. لا، أنت اللي مش متابع. ده النهاردة بس، النهاردة بس جبتلك سعر الذهب في اليوم الواحد اختلف كام. هو الذهب ده مش سلعة؟ أنا جبت الذهب وجبت الدولار، الاتنين دول لو قسنا على كل سلعة هنلاقيها الصبح برقم وبالليل برقم. جبت لكم الذهب، جبت لكم الدولار، لو رحنا للحديد، لو رحنا لأي شيء آخر. الأسعار ما بتتغيرش كل 48 ساعة يا أستاذ يوسف، الأسعار بتتغير في اليوم مرة واثنين وتلاتة. مش صحيح زي ما أنت بتقول، ومعلش عشان إحنا جهلة ومتخلفين. أنت بتقول إن الأسعار ملهاش علاقة بالدولار، وان الارتفاع الكبير ده بسبب ارتفاع السلع. اللي هو ايه سببها؟ اللي هو ايه سببها؟ اديني كده بس يعني بوجهة نظرك ونظرياتك الاقتصادية الرهيبة، ايه اللي يخلي اللحمة ترتفع من 350 ل 400 جنيه في يومين؟ الناس نامت صحيت لقيتها بقت ب 400 جنيه، وتطلع شعبة القصابين وتقول لك ان الاعلاف زادت 15% غير الامصال غير اللقاحات بسبب سعر الصرف، بسبب ان الاعلاف والامصال واللقاحات مستوردة. بس انا بقول لك اهو، ادي شعبة. سيبنا من الشعبة، الدكتور علاء الخبير الاقتصادي اللي كان طالع برضو مع زميل فاضل كده زي حضرتك وقال لك ان كل السلع في مصر بتغلى لانها متسعرة على سعر الدولار. احنا عايشين بالتعويم دلوقتي، التعويم اتفرض بصورة غير رسمية. انت كل اللفة دي وكل الدوران ده عشان تقول التاجر هو اللي وحش. يقول لك الدولار بستين، 61، 68، ب72 النهارده. انت اللي مش متابع يعني، ده انت محتاج تخلي كده الاعداد عندك يتفور، يجيب لك التحديثات اول باول. ب72 وتقول دي فقاعه؟ فقاعه دي لما كان ب40 والناس صحيت تاني يوم لقيته ب50 وب55، دي كانت فقاعه. ورجع وطلع تاني في الصعود واحدة واحدة. هل انت تضمن بما انها فقاعة ان اول الشهر، بلاش اول الشهر، اول مارس، معانا شهر اهو كام يوم، اول مارس يرجع الدولار تاني زي ما انت وعدت ب15 جنيه؟ بلاش 15 عشان ما يبقاش تعجيز. هل تقدر تضمن ان الدولار يفضل ب30 جنيه و31 جنيه في السوق السوداء ونبقى قضينا على الفقاعة؟ مشكلة بس لما بيبقى اللي بيتكلم جاهل أو بيستجهل اللي قدامه، فبيصدر لهم كلام كله كذب وكله ادعاءات، وفي النهاية أنا زي الفل هو يا نظام ويا حكومة، وطلعت لكم التاجر هو اللي وحش، التاجر هو الطماع، التاجر هو اللي بيرفع الاسعار. الدولار ده فقاعه ملناش دعوه بيه، هياثر عليا انا في ايه؟ هياثر عليا انا ايه وانا عايز واحد عايز اجيب شويه ادويه ولا اجيب شويه ملابس ولا اجيب شويه اكل وشرب؟ ياثر عليا في ايه؟ التاجر الجشع هو السبب في اللي بيحصل دلوقتي، مش الفقاعه بتاعت الدولار دي، النماذج اللي بيحبوا ان هم يطلعوها دايما. الاسعار مجننه الناس.